أشارت دراسة حديثة إلى أن الآثار النفسية السيئة التي تصيب الأطفال الذين يعانون من فرط الوزن والسمنة تؤثر بالسلب على مستواهم ودراستهم، كما تؤدي إلى بعض الاضطرابات السلوكية. فما هي العلاجات الحديثة لعلاج السمنة عند الأطفال؟ تفاصيل أوفى مع الزميلة عبير عبد الله المختصة بالملف الصحي في غرفة أخبار الآن. نحن بنعرف انه تقريبا 20% من الاولاد الصغار عندهم زياده وزن السمنه، يعني الكتله تاعتهم فوق 30. فوق 30 يعني عندهم كثير شحم حول الكبد، هو اللي بتسبب بعد 25 سنه 30 سنه تشمع كبد وما حدا بيفكر فيها، وبتاذي كمان الكلبه. الدراسات بينت ب 2030 اللي بده يعمل زرع كبد ما بقى صارت من وراء الفيروس، صارت من وراء السمنه. كثير مهم نشتغل عليها ونوعي الاهل انه الاولاد قبل ما يطبقوا الست سنين لازم يشتغل على وزنهم. بس يطبقوا الست سنين اذا هن وزنهم كثير كبير 80% منهم رح يكون عندهم سمنه بس يكبروا. يعاني حاليا كثيرا من الاطفال من السمنه، فما هي العلاجات الحديثه لعلاج السمنه عند الاطفال؟ العلاج السمنه بنقعد مع الحكيم تغذيه، بنقعد مع حكيمة نفساني لنغير نشوف إذا في تشنجات على الولد. بدنا نشتغل ونركز على النوم للأولاد. الدراسات الجديدة بينت إذا اشتغلنا وحصلنا النوم تاع البيبيات الصغار اللي خلقوا اللي عمرهم كم شهر، إذا حصلنا نومهم بس يطبقوا سنتين بيهبط كمية الناس منهم عندهم زيادة وزن بس عشان حصلنا النوم تاعهم. كتير مهم نقعد كمان مع العائلة نغير نظام أكل تاعهم، ما يحضروا تلفزيونات او جيمز اكثر من ساعتين بالنهار، ونعودهم يظهروا لبرا يعملوا اكتيفيتي ساعه كل يوم. وهذا كل شيء بدنا نشتغل عليهم قبل ما نعمل مرحله غير. اذا لقينا انه قعدنا مع الاهل اشتغلنا معهم احنا مع الحكيم النفسي حكينا مع الحكيم التغذي بحاجه لمساعده اكثر، بس يتبقوا ال 14 سنه يعني 13 سنه عن الصبي، 13 سنة عن الست عن البنت و 15 سنة عن الصبي، ممكن نعمل لهم منظار صغير بالمعدة بتاخذنا 10 دقائق، ننزل بالون بالمعدة مع بيو ماي وبنخلي هالبالون بالمعدة. البالونات بنعملوا دراسات عن الاولاد الصغار ممكن نعمله من 14 سنة وطالع، بس يبلغ الولد ممكن نحط له بالون. هذا البالون سهل كثير، بروسيجر بتاخذنا معطيهم منوم مش بنج عام. انا بفضل دائما على الاولاد الصغار نايمهم 24 ساعه بالمستشفى عشان الولد ما بيتحمل الازعاج مثل الكبير. يعني عندي امكانيه انا استعمل المصل اعطيهم ادويه ليريحهم، بعد ما بيمروا 24 ساعه ماكسيموم يومين المعده بتتاقلم بالبالون، ساعتها ما بقى بيقدروا ياكلوا الا كميه قليله. اذا اكلوا كميه قليله متابعه مع الحكيم التغذيه مع الاهل ليشتغلوا على النوعيه تاعتهم، ونشجع الاهل نخليهم يتحركوا يعملوا رياضه يناموا منيح ما يحضروا كثير تلفزيونات او يلعبوا جيم اكثر من ساعتين بالنهار، ساعتها ممكن نساعدهم. اذا لقينا بعد 6 شهور لازم نسحب البالون، نعمل منظار صغير 10 دقائق من نفس البالون بنسحبه. اذا لقينا انه بحاجه نضعفهم اكثر ممكن نريح المعده شهر نرجع نحط له عن جديد البالون ونتابع معهم سنه سنه ونص لنوصل على الوزن اللي بدنا اياه. بس المتابعه مع الحكيم التغذيه مع الحكيم النفساني نعمل رياضه ونام منيح ونركز على نوعية الأكل هو المفتاح للنجاح علاج السمنة على الأولاد الصغار.